بغاو لينا الاكس اس دي اللي غادي تفاليدا لينا به هاد ليليمون، هاد الاكس ام ال هذا اللي صوبتي. هما تما عطاوكم اختيار ما بين اكس اس دي و دي تي دي، كما كتعرفوا نتوما هما الاكس اس دي و دي تي دي كيعطيوني بجوج نفس يعني عندهم نفس الدور، غير هو الدي تي دي ناقص في المعطيات، كيعطيك نقص في المعطيات ولكن الا طلبوه نديروه. دونك بيليريناج هنايا شتي راهو بحال واحد كيقطع على الاخر في البنات. يلا الهام صافي، يلا الهام بيلغا عنده نو برينو دوسي ميديكال نو بي سي داتا، بي سي داتا بي سي داتا كنديروا ليها يمكن الاقواس، كنديروا ليها الاقواس هنايا دوسي ميديكال كي اونسانت، ما عرفتش علاش درتي الاقواس حدا اونسانت. مالادي علاش درتي الاقواس حدا مالادي وحدا اونسانت، خصك تحيديهم ما محتاجاش. بالنسبه ل الا درتي فيرغول اش كتعني فيرغول؟ كتعني راها سيكونس، سيكونس فاش كنقولوا سيكونس يعني ضروري اي دوسي ميديكال يكون فيه اونسانت، وحنا لا سيد كيكون في اوم غنديروا لي اونسانت. حيدي القوس اونسانت خاصك ديري حداها واحد، اشنو غنديروا حداها واحد البلوس، خاصك دير علامة استفهام. اه خاصك دير علامة استفهام في الدي تي دي، هي العلامة استفهام يعني ممكن تكون ممكن ما تكونش. اه تري بيان، علم علامة استفهام الهام صافي، ديري ليا في وحدة اونسانت علامة استفهام، يعني هاد لو شو هاد لو شو هذا راه ماشي ضروري يكون، حيت كي قلنا الا كان حاج ما عندها حتى معنى نحطو اونسانت. وي قدروا نديرو ديك الشوا دينيمو، حتى انا هنايا بان لي شوا ديليمون، حتى انا في لا بروبوزيسيون ديالي درت شوا ديليمون ياك، ولكن يقدر يكون عنده بجوج، يقدر يكون شي حاجه عنده بجوج. اه يقدر مثلا حاجه تكون مريضه وتكون حامله، ايه ولكن حنا على حساب الاكس ام ال اكزاكت، يعني شي حد ما كيفهم والو هو ما فاهمش الهضره تاع بحال شي حد نقولو كاتبها ليه بشينويه ما فاهمش الكونتكست، راه غتبان ليه بانها شوا، يعني بحال نقولو ماشي انسان، بحال انا بروغراميت لوجيسيال اللي فاش تنعطي ليه الاكس ام ال كيحول ليا هو الدي تي دي، فهمتي؟ شي واحد ما تيفكرش غير كي اكزيكوتي لي ريغل، هذاك راه غادي تبان له شوا، لانه هو مره حاط لينا مالادي مره حاط لينا اونسانت، كان عليه باش يخلي لينا ديك الفيرغول تبان كان عليه يديروا لينا مثال اخر اللي فيه اونسانت وفيها مالادي باش تبان لينا. يعني انا شخصيا الا غنصحح اللي دارها شوا غيتحسب ليه صحيحه ماشي صافي. دونك اونسانت ومالادي كتقدر تكون اطوال، هي بالنسبه لينا حتى في مالادي هما نقدروا نديروا فيها غير بوان دانتيغوغاسيون لانهم هما داروها لينا مره واحده فقط، ولكن حنا نقدروا نفهموا ان السيد يقدر يكون عنده اكثر من مالادي فنديروا اطوال وهي صحيحه. اونسانت امتي مالادي بي سي داتا، اونسانت عندها اتريبيو سميتو سومين سي داتا، ما عقلتش على السي داتا واش خاصنا نديرو حداها شي حاجه ما بقيتش عاقله. يلا قريتو نسيت الاتليست، قلنا دوسي ميديكال عنده الجروب ايه، واتليست بيلغا بيلغا عنده نيميرو عنده النمره ديالو عنده ريكويرد ايه خصو يكون اوبليغاتوار سير خصو يكون اف ام، وزيدي على اف ام زيدي على اش حيت هما غلطوا داروا لينا اف و ام و اش قبلوها كاملين. ناسيوناليتي سي داتا اج سي داتا و ايدي اكومبانيومون امبليد، ولكن ايدي اكومبانيومون خصك ديري حدا شي حاجه قبل من امبليد، امبليد يعني فاكولتاتيف ولكن قبل من شنو لو تيب تاعو الايدي اكومبانيومون التيب ديالو اش اه ايدي غاف تري بيان بحال فورين كي ايدي غاف ايدي غاف هو ايدي غاف لانه نمره تاع شي هذا شي واحد كان قبل دونك هو ايدي غاف تري بيان. غير الا جينا نركزو من بعد بحال وكملنا الفهامه غنقولو دير ناسيوناليتي راها اوبليغاتوار فهمتي يعني اج نقدرو تا هو نقولو اوبليغاتوار هادوك تزاد حداهم ريكويرد ريكويرد وصافي. المهم يتفرضوا حيت في الحج غادي يفرضوا عليه هادوك الامور، كل حاجه حدايا ريكويرد يا امبلايد معروفه شنو كل حاجه حدا. انا هنا اللي كنشوف انك انتيا ناقصه الدي تي دي ديالك ما درتيش فيه هادوك الجوج الاولين بيليريناج بالاس و سون اس ما دخلتيهمش. لا حيت في السؤال قال لك ديرها على بيليرين واحد نشوف، بلاتي نشوف.
De l'élément pèlerin du fichier XML. Ah oui, مزيان صافي صحيح. Du fichier de غير ديال البيلرين بوحدو وانا جالسه كنصوم في الدي تي دي كامل. واخا مزيان صافي الا كان هذاك هو السؤال هذاك هو الجواب يمكن ما نسيتي والو. غالبا ما نسيتي والو. عندك الدي تي دي هنا مخير هنا في بحال هذا السؤال الدراري اللي كيعرفوا الدي تي دي والاكس اس دي وما عنده يعني ما عندوش حساسيه مع واحد فيهم فانا كنوجهه انه يخدم بالدي تي دي لان الدي تي دي اسهل في الكتابه الاكس اس دي مزيان واوسع واشمل ولكنه تبقى تكتب فيه في التيوري كيضيع لك شويه الوقت وصافي محل سد هذوك لي باليز فيه تكرفيصه هذا هو فاش كاينه سينو راه الاكس نعم عندي واحد السؤال دابا مثلا في الديكلاراسيون ديال لي جيتيم ولا تريبي ماشي مشكل نسبق نصب ندير نخربقوا في الترتيب ترتيب ديكلاري كل ايليمو ولي زاتريبي ديالو لتحت اي ثاني الايليمو الثاني ولي زاتريبي ديالو لتحت ولا نبدا بلي زاتريبي هما الاولين نخلي لي زينيمو هما الاخرين ماشي مشكل خاصه يكون كتابه صحيحه ما هو الترتيب ماشي مهم ترتيب ماشي مهم هل انت تدوي على الدي تي دي ولا على الاكس اس دي بصفه عامه بجوج بصفه عامه بجوج غير هي بار يعني ابيتود اون بون براتيك دائما كنديروا لي زيليمون هما الفوقانيين عند كنديروا الات ليست هما التحتانيين هادو بالنسبه لي دي تي دي هذيك يعني ابي غير ولف ولف فهمتي اما هي ماشي مشكل الترتيب ماشي مهم هو كيقلب في لي ريغل وصافي بحال نقولوا فاش كتصاوب في لي فونكسيون ديالك واش انت حاط الفونكسيون هي الاولى عاد داير المين ولا حاط المين عاد داير الفونكسيون فهمتي ولا كتكون خدام في سي شارب ومصاوب شي فونكسيون معيط لها ماشي مشكل فين حطيتها هي راه غيعرفها لك كيقلب عليها هو في الفيشي كله واش كاينه ولا لا صافي لا شكون يجي شكون اللي صاوب لينا الاكس اس دي انا نبارطاجي معكم دابا لا سوليسيون ديال الاكس اس دي يلا فوالا دونك انا قبل ما بديت نصاوب الاكس اس دي حاولت ندير هاد الشيما اللي كنسميها اغبغ ما عرفت نتوما واش كتعزيز عليكم ديروها ولا لا المهم انا جو بريفير انني نصاوبها في الاكس ام ال بصفه عامه تكون قدامي في ورقه الوساخ وحتى الا كنت خدامه في الدوم في جافا سكريبت كنقول الا صوبت هاد لاغبغ ديال لي زيليمون كيكون واضح ليا نيكست سيبلين كيواضح ليا لي فريغ لي زونفون البارامتر داكشي ما كدوخش فيه فدابا هنايا الا صاوبتها ها هي يا هادي هي لي زاتريبي درتهم ستفتهم الحاجه اللي بانت ليا انايا راه شويس بحال هادي قبيله اللي تناقشنا عليها ديال مالادي اونسانت راه درت عليها هكا واخا هي نورمالمون راه ممكن كي قلنا تكون سيكونس هي في يعني في الواقع هي سيكونس ولكن هما عطاوها لينا على هذاك الشكل صافي المهم انا غادي نفوت وندوي لكم على الاكس اس دي الاكس اس دي كنعطيو فيه البرولوغ دائما وكنعطيو فيه هذا الاكس ام ال نيم سبيس هذا سورتو على قبل هذا اكس اس واش بغيتي دير اكس اس باش تصف هنا اكس اس ولا دير اكس اس دي باش تبدا خدام بالاكس اس دي حيت هاد الشيء كامل حنا كنكتبوه جايبينو حنايا من واحد لو شيما لي ديجا موجود فحنا كان خاصنا سورتو هاد السميه يعني انت باش بغيتي تخدم اكس اس ولا اكس اس دي دير اللي بغيتي وخدم بيها المهم كما قال فوتر كاماراد نقدر انا نخدم بلي زيليمون كيما بغيت و يعني هاد لاغبغ هادي هاد لاغبغ في الاصل اللي بغيت دابا نشيماتيزيها نقدر انا نبدا نصوب مثلا دوسي ميديكال هو الاول عاد نجي نصوب بيلغا نصوب هاد الفوقاني يعني نقدر نبدا نصوب من الراس من الفوق وانا نازل تنسالي كلشي كما بغيت نديرو الطريقه اللي غتجيني سهله انا هنا الاكس اس دي عطيتو لكم كامل يعني من الاول حتى الاخر ماشي عيد ديال بيليريناج مهم الا غادي نفوت لكم هاد بيليريناج حيت هما ما مطلوبش قلنا مطلوب لينا بيلغا دونك ها هي بيلغا هنايا ها هي البيلغا اللي غادي تكون نتوما الا ما مطلوبش هادشي غديروا غادي عادي بوينتي ما تكتب والو دير ثلاثه نقاط وتخدم علاش دير ثلاثه نقاط لانك ضروري تكون عطيتينا هاد السطر الاول ديال الشيما وديال البرولوغ من بعد غادي تبدا لينا كي قلنا من داكشي اللي طلبوا منك من هاد بيلغا طالبين بيلغا دونك هادشي اللي قبل ما دايروش انت درنا حنايا بيلغا فينا وها هو بلاتي ها هو بيلغا من هنا دونك هاد بيلغا هذا درت لي غيكون عنده كومبلكس تيب علاش كومبلكس تيب حيت فيه مجموعه تحت منه يعني اي واحد بان لي انا في لاغبغ بحال هكا لينا بيلغا نازل منه شي حاجه اخرى راه باين العمى هذاك راه هو كومبلكس تيب مازال نو هذا راه سامبل تيب حيت ما عندوش لي زونفو ما عندوش لي زاتريبي برينو راه سامبل تيب حيت ما عندوش نو عندوش لي زاتريبي اون سانت واخا دابا ما عندهاش لي زونفو ولكن عندها اتريبي دونك كتكون كومبلكس تيب
وحنا غاديين بحال هكا باش تنتعرفوا على هذا الشيء كله. هذا انا دابا تنعطيكم الخلاصه ديال الكور ديال اكس اس دي، سينو اللي بغيت يمشي يركز في داك الشيء بشويه بشويه راني حطيت لكم لو كور مجزء. دونك صافي هذا الشيء اللي كاين. بيلغا قلنا هو غيكون كومبلكس تيب عباره على سيكونس، كاين عنده لو نو، النو كي قلنا عادي سترينغ وكتسدو ديك الساعه كدير سلاش هنا وتهني راسك منه. البرينو نفس الطريقه. وبالنسبه للدوسي ميديكال درت ليه انا غاف، عندك يا اما دير غاف يا اما تنزل تكمل تصاوبو، حيت انا هنايا درت ليه غاف. هاد غاف بحال قلت له عنده واحد الدوسي ميديكال، سير شوفو نتايا بحال درت ليه راكورسي، سير شوفو راه غادي تلقاه لتحت ولا الفوق. فهنايا درت ليه فقط انا غاف، قلت ليه سير شوف واحد ليليمون غتلقى سميتو دوسي ميديكال هو اللي عنده، وهنا نسد. ابخي ملي سالينا لي زيليمون مشيت عطيتو دوك لي زاتريبي اللي كنديرها بالاحمر اللي هما الايدي وسكس. هنايا عطيتها ما عطيتهاش لو تيب حيت غادي تكون سامبل تيب اللي هو عباره على ريستريكسيون، يعني عوض ما تكون اي شين مقبوله فاحنا غنديرو قصور اللي غيتقبل من هذيك الشين هما الاش يعني انيميغاس والاف والام، هاد الاختيارات فقط اللي كاينين. دونك هادي كتمثل ريستريكسيون في الاكس اس دي. صافي سالينا من هذاك لاتريبيو، هذا هو اللي داير لينا الخدمه، هو نقدروا نكون خرجناه على برا ماشي مشكل، انا داك حطيته في وسطو من بعد نديروا لي زاتريبيو. الا خرجتو على برا كندير غاف كندير له لو تيب ديالو ونعطيه هنايا شي سميه ديال التيب ديالو. صافي ابري كنجي كنعطي لي زاتريبيو الاخرين اللي عندي. المهم فاش تنسالي كنمشي كندير هاد ليليمون دوسيي ميديكال اللي درت ليه قبيله الفوق غيف، وكنديفيني حتى هو بشويه عليا في كومبلكس تيب. كي قلت لكم هنايا كيبان من الوهله الاولى انه شويز لان ما عطيناش فيه الاختيارات، سينو حنا الا فكرنا وبان لينا بانه غيكون سيكونس وهي الاصل فنديروها سيكونس. انا خليت لكم شويز هنا باش تفهموا بان اي واحد حتى هو دارها راسها ماشي مشكل تحسب ليه، يعني انسان ما فهمهاش ماشي مشكل. المهم فيها مالادي اللي هي دو تيب سترينغ، غادي نقولوا بان من اوكور اللي يعني المينيموم اللي غيكون زيرو، سيتادير كتقدر ما تكون عنده حتى مالادي في الحاله ديال اللي عطاونا داك الثالث. وسي بالنسبه للانسانت غنقول لها مين اوكور زيرو يعني تقدر ما تكونش. وبالنسبه للانسانت ما عطيتهاش لو تيب، هي قلنا التيب ديالها كومبلكس تيب ديفينيتها نيشان، عطيتها اتريبيوت عندها لاتريبيوت سيمين اللي هو دو تيب سترينغ وزدنا ليه ريكويرد يوز ريكويرد يعني الي اوبليغاتوار. فوالا دونك فسالينا درنا لاتريبيو ديال الجروب ديال هذا الكوب ديال الدم. دونك هنايا عطيتو لو تيب ديالو درت لي انه اوبليغاتوار لانني شفتو تعاود في الامثله كلهم اللي عطاه. صافي مزيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للاكس اكس دي الاكس اس دي، غير هو فيه شويه الكتابه وصافي فيه الكتابه سورتو هاد لي باليز اللي كيتحلو خصك تعقل عليهم يتسدو، هادشي اللي كيضيع لك شويه الوقت في الكتابه.